تحية لكم وأهلا بكم مشاهدين أينما كنتم تتابعوننا. نحن معكم هنا في شارع الحمراء حيث تقوم القوى الأمنية بإخلاء بعملية إخلاء بالقوة لنازحين قادموا إلى هذا المبنى، وهذا المبنى يدعى حمراء ستار، المبنى الذي يعني قدموا إليه ونزحوا إليه من مختلف المناطق اللبنانية بسبب العدوان الإسرائيلي، إن كان على الجنوب على القرى والبلدات الجنوبية وعلى الضاحية وعلى البقاع. يعني القصة من البداية بدأت عندما أتوا هؤلاء النازحين مشاهدين، وأتى صاحب هذا العقار وأعطاهم هذا المبنى كي ينزحوا إليه، وقاموا بالاهتمام به من أعمال وصيانة وصرف صحي في هذا المبنى وكهرباء كي يصبحوا صالحا للسكن. كان بعد ذلك أتت القوى الأمنية وأبلغتهم أن هذا المبنى عليه حكم قضائي قديم طبعا، وهو مختوم بالشمع الأحمر، ما دفع القوى الأمنية إلى إعطائهم مهلة بالإخلاء حتى صباح هذا اليوم يوم الاثنين. سنعرف أكثر ما الذي يحصل هنا، حيث أتت القوى الأمنية لإخلاء المبنى طبعا بالقوة العسكرية، ولكن الأهالي هنا والنازحون يرفضون أن يغادروا المبنى في هذه الظروف الصعبة التي يعيشونها في ظل العدوان الإسرائيلي على لبنان. سنعرف أكثر من سكان هذا المبنى أو من أحد النازحين المتواجدين في هذا المبنى. خبرنا اليوم شو اللي صار تحديدا معكم من البداية. جينا من جنوب من تولين، جينا لهون قالوا لنا في مبنى فتحوه، جينا بلشنا ضلينا 3 أيام من عزل الوسخ، كانت المجرير طايفة، لا كهرباء لا مي لا شيء بالمرة. نحن هلا بتطلع على السطح بتشوف الوسخ، عرفت كيف؟ على أساس وافقت هي صاحبته إنه نسكن فيه. بعد شوي اجى الدرك اعطانا انذار قال السبت بتفضوا، عرفت كيف؟ فنحن مش راح نفضي الاوتيل. شو السبب؟ عرفنا انه كان مختوم بالشمع الاحمر عليه حكم قضاء. هذا كان اوتيل للدعاره، هذا اصلا الدوله ممنوع تفتحه، عرفت كيف؟ هلا هي الدوله ممنوع تفتحه اصلا. انتوا ما كنتوا عارفين قبل ما تيجوا؟ ما عارفينه نحن، لا مش عارفين. راحوا بدنا يعملوا لنا مستوصف، عندنا 50 عائله بدنا نقعدهم بقاعه يمكن 20 متر وفيها حمامين، فنحن عندنا مرضى، عندنا ناس مرتي بتغسل كلي. مرتي أنا بتغسل كلية، كل 5 دقايق بتفوت على الحمام، عرفت كيف؟ ما بصيرش هيك، يا يودونا على بلادنا، يواكبنا الدولة تواكبنا على بلادنا، أو منموت هون. نحن ما بنطلع من هون، يا على الضربي يا على بيتنا، وبس. قد إيه عددكم فوق تقريبا؟ نحن 400 شخص. 400 شخص هون. إذا يعني مشاهدينا مثل ما عم نشوف طبعا هي حالة غضب وتوتر عم بتسود هذا المكان. للأسف يعني هناك أمر قضائي بإخلاء هذا المبنى، ولكن كمان النازحين ما عندهم أي مكان إنه يروحوا عليه. حوالي 400 شخص مثل ما خبرونا، أي حوالي 50 عائلة متواجدة بهذا المبنى يلي بيتألف من 3 طوابق. هذا العقار الذي يدعى حمراء ستار مثل ما عم نشوف عم بتحاول القوى الأمنية تخلي هذا المبنى بالقوة، ولكن الأهالي بعضهم عم يرفضوا الإخلاء بسبب عدم وجود أي بدائل إليهم للإيواء والنزوح. ما فيك تقول لها ترجع لورا. بتكون توقفوا وقفوا صفكم. عم نشوف مشاهدينا حالة التوتر، عناصر من الجيش اللبناني اللي عم بيحاولوا يخلوا المبنى طبعا عم يتجابهوا ب طبعا رفض حاد من الأهالي يلي كمان بعضهم موجودين بالداخل وعم يرفضوا الإخلاء بسبب عدم وجود أي بدائل لهم. هيدا المبنى اللي يدعى حمراء ستار
بالشارع الحمراء الرئيسي، متواجد فيه نحو 400 نازح، بعدهم حد هذه اللحظة مش عارفين أصلا وين بدهم يروحوا. وصلوا على هيدا المبنى قبل حوالي الأسبوعين، وقام صاحب العقار بإعطائهم إياه للإيواء، فقاموا النازحين بالاهتمام فيه وبصيانته وبالقيام ببعض الأعمال المتعلقة بالصرف الصحي والكهرباء لحتى يصير صالح للسكن وللإيواء. ولكن بعد فترة تفاجأوا بأنه هيدا المبنى عليه حكم قضائي ومختوم بالشمع الأحمر من سنوات طويلة، وبالتالي طلبت القوى الأمنية منهم الإخلاء بأمر قضائي، حيث أتت إليهم مبارح وطلبت منهم أن يخلوا. عم نشوف البعض عم يخلي المبنى، والبعض الآخر مصر على عدم الإخلاء لعدم وجود أي بدائل تانية. وين عندك بديل؟ وين حتروحي؟ ما عندي محل. خالد؟ لا لا ما بدي. ليش؟ إذن مشاهدينا، توتر كبير بشارع الحمراء، حتى الطريق مقطوع بالحاويات المشتعلة، حيث قام النازحين بخطوة اعتصامية بقطع الطريق وإشعال حاويات النفايات، مما أدى لزحمة سير خانقة بمنطقة الحمراء وبالمناطق المؤدية أو بالشوارع المؤدية إلى فردا وإلى كليمونسو وإلى مختلف المناطق بمدينة بيروت بسبب الزحمة الكبيرة بهيدا الشارع. عم نشوف كيف عم بيتم إخلاء هيدي المباني. طبعا البعض من النازحين يلي رافضين انه يفلوا ممتعدين من خروج بعض النازحين من هيدا المبنى، وعم يطلبوا منهم انه يبقوا بالداخل. عم نسمع مشاهدينا وعم نترك انه الكاميرا هي تعبر مع الصراخات يلي عم تطلع. هيدا الصراخ اللي عم نسمعه من النازحين يلي عم ينطلب منهم الاخلاء
بحكم قضائي. جاي بالشوم عليك، شوم الاخلاق، شوم الانسانيه. طبعا احد الاطفال او هيدي الطفله اللي كانت موجوده داخل المبنى يلي عم تعاني من مرض السرطان. طبعا اشتباك بالايادي بين النازحين وبين القوى الامنيه وتضارب طبعا بفعل الاستفزازات يلي عم بتصير. طبعا القوى الأمنية عم تقوم بدفع النازحين إلى الخارج لعدم تمكينهم من الوصول إلى داخل المبنى، حتى عملية رمي المياه من فوق على القوى الأمنية عم نشوفها بعدسة الزميل خالد الحصري. اذا مشاهدينا هذا اللي عم نشوفه من منطقة الحمراء. طبعا مثل ما شفنا قام بعض النازحين اللي عم يرفضوا الخروج من هيدا المبنى برمي المياه من الأعلى باتجاه المدخل، حيث عم توقف القوى الأمنية وعم تقوم بدفع النازحين للخروج بالقوة. طبعا بعد أمر قضائي أصدر بإخلاء هيدا المبنى اللي عليه كتير من المشاكل، وصدر حكم قضائي بحقه من سنوات طويلة فختم بالشمع الأحمر. عم نشوف بعدسة الزميل خالد الحصري التوتر الكبير يلي عم بيصير قدام مبنى حمرا السار بشارع الحمرا. بعض النازحين خرجوا من المبنى ولكن بعد ما في أي بدائل للذهاب عليها، بالمقابل البعض الآخر رافضين الخروج. الطرقات مقطوعة وشارع الحمرا الرئيسي مقطوع بالحاويات المشتعلة. بعدنا عم نتابع مشاهدينا، بعدنا عم نتابع عملية الإخلاء، ما نجحت حتى هيدي اللحظة. اليوم النازحين رافضين انه يظهروا من المبنى. عم بيصير في بعض النقاشات بين
القوى الأمنية والنازحين. شيء طبيعي ما حرمت عليك. أيوة في على الباب خير عم خلونا نطلع لفوق. تجمع كبير لسكان المنطقة مشاهدينا يلي عم بيواكبوا من على أرض الواقع هيدا الحضور الكبير للقوى الأمنية، خاصة عناصر من الجيش اللبناني وأيضا عناصر من مكافحة الشغب بقوى الأمن الداخلي يلي متواجدين على مدخل هيدا المبنى وعم يطلبوا من النازحين والأهالي بأنه يخلوا المبنى بعد ما صدر أمر قضائي بالإخلاء بالقوة. طبعا كنا حكينا عن حكاية ورواية هيدا المبنى وكيف وصل النازحين لإله، وهو مختوم بالشمع الأحمر قبل حوالي الأسبوعين وبعد أو 3 أسابيع بعد ما احتدم العدوان الإسرائيلي على مختلف المناطق اللبنانية كالضاحية الجنوبية والبقاع وجنوب. وصل عدد من النازحين بنحو 50 عائلة وحوالي 400 شخص بين عيل وبين أفراد وصلوا إلى هيدا المبنى. فقام صاحب المبنى بالتواصل مع أحد الأشخاص الموجودين بين النازحين، دفع مصاري عماد عثمان، دفع مصاري عماد عثمان بإعطائهم مفتاح المبنى للقيام بالصيانة اللازمة من أعمال صرف صحي وأعمال كهرباء وغيره لحتى يصير صالح للسكن، خاصة أنه العديد من العائلات اللبنانية النازحة رح تعتبره مأوى لها بظل عدم توفر أي مكان للإيواء بعد نزوحها من منازلها ومن مناطقها. بعد اللي صار مشاهدينا، عرفت القوى الأمنية بأنه هيدا المبنى المختوم بالشمع الأحمر نزح لقلو هيدا العدد الكبير، فوصل امبارح وطلب منهم الإخلاء بسبب الحكم القضائي الصادر من سنوات طويلة. ولكن يوم أمس الأحد رفض النازحين من الخروج، فتم إعطائهم مهلة حتى صباح يوم الاثنين لا يخلو المبنى، وإلا فالإخلاء رح يكون بالقوة. بعدنا عم نشوف السجالات محتدمة وحادة بين النازحين وبين القوى الأمنية. العالم اللي نايمه على الطريق، ليه ما لما يدوقوا حطوها في الطريق؟ انا بقعد على الطريق. لا في انا فاتني يا استاذ، مسرح 53 خيمه عم يجهزوا، اذا تروحي بتشوفيه اوتيل الليموني. بلشوا بالعالم اللي على الطريق، يا في مبنى فاضي. بلشوا بالعالم اللي على الطريق وبعدين لا، هيدول العالم منا على الطريق. منا على الطريق هالعالم. هدول عم لك مبناهم صار خالي، اذا بتروح بتشوفيهم بتحسيهم مبناهم شو؟ مبناهم صار خالي يا حبيبي. بلش لا يخلص، في ناس على الشارع، في الافات الناس بالسلاحة، كل عمارة شو؟ بيس حكي بس عم يخبص حكي. ما عندهم حدا، ما عندهم حدا، ما في شيء، ما في شيء ببرر اللي عم بيصير، ما في شيء. إذن على ما يبدو إنه القوى الأمنية عم تحاول تأمين البدائل.
طيب خبرنا اليوم انت ظهرت من المبنى، شو البديل لوين حتروحوا؟ والله ما بعرف يا اخي، بدنا ياخذونا ما بنعرف لوين بدنا نروح. قالوا لكم انه في مركز بديل. ايه اوكي. ايه في تمام. يعطيكم العافيه حبيبي. كثير على الجنوب. ليش في مدرسة تانية في حال في مدرسة تانية في حال هذا هو في مدرسة تقدم إذن يعني مشاهدينا مثل ما عرفنا طبعا من القوى الأمنية أنه عم تتأمن البدائل للناسحين الموجودين هون، حيث عم ينطلب منهم الإخلاء، وهيدي البدائل هي مستوصف الحمام بطريق جديدة ومدرسة التقدم الثقافي كمان بطريق جديدة بوجه مخفر طريق جديدة. هيدي المدارس اللي عم تتجهز بهيدي الأثناء ليوصل إليها النازحين اللي كانوا متواجدين بهيدا المبنى ليوصلوا مباشرة على هيدي المراكز أو هول المركزين، وهن بعضهم عم بفتشوا على المراكز لتأمينهم وتجهيزهم لعدم تشرد العائلات والنازحين الموجودين بهيدا المبنى مثل ما عرفنا. بعد طبعا مشاهدينا السجلات محتدمة بين القوى الأمنية والنازحين مثل ما ذكرنا، البدائل بلشت تتوفر لعدم تشرد العائلات الموجودين هون. طبيعة الحال الرفض من قبل البعض سيد الموقف، ولكن بعض العائلات أو بعض النازحين شفناه هون عم يخلوا وعم يظهروا ليروحوا على المركزين اللي تم تأمينهم، إن كان مركز أو مستوصف الحمام بطريق جديدة أو مدرسة التقدم الثقافي كمان بطريق جديدة. إذن مشاهدينا هيدي هي الأجواء يلي تابعناها معكم من شارع الحمراء، شارع الحمراء الرئيسي، وهون مبنى حمراء ستار، حيث عم يقع هيدا الإشكال بعد ما وصلت القوى الأمنية مع أمر قضائي بإخلاء هيدا المبنى بالقوة من النازحين، بإخلاءه من 400 نازح وحوالي 50 عائلة. طبعا الرفض سيد الموقف، توتر حاد بالمنطقة وقطع للطرقات وإشعال لحاويات النفايات بسبب رفض النازحين من الإخلاء لعدم توفر بدائل. هيدا الرفض مش من اليوم ولكن من امبارح لما وصلت القوى الأمنية وخبرتهم انه هيدا المبنى عليه مشاكل وعليه أحكام قضائية ومختوم بالشمع الأحمر، وبالتالي طلبت أو أعطتهم مهلة حتى صباح اليوم الاثنين للإخلاء. مثل ما عرفنا قبل قليل انه البدائل بلشت تتوفر لعدم تشريد هول العائلات بعد خروجه من هيدي المباني، وهول البدائل هن مستوصف الحمام بطريقة جديدة وكذلك مدرسة التقدم الثقافي اللي عم بتم تجهيزها وتأمينها لتكون مركز إيواء للنازحين الموجودين بهيدا المبنى. أنا بشكركم على حسن المتابعة، كان معكم محمد زهوي والزميل خالد الحصري من خلف الكاميرا.